فسروا لنا الآية الكريمة في آية في سورة البقرة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأن بعض الناس يزعم أو يفسر هذا الجزء من الآية بأن هناك من الناس هم أولياء يعلمون الغيب، فما الحكم في ذلك أيضا مأجورين؟ ادعاء علم الغيب كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو من نواقض الإسلام، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي يدعي أنه يعلم الغيب يكون مرتدا عن دين الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا يطلع رسله على شيء من علمه من أجل مصلحة البشر وأمرهم وإنذارهم، ولو لم يطلعهم على ذلك لم يعلموه، وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والله جل وعلا يقول لنبيه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ويقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. والأدلة في هذا كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.